طيب ما تقول لي العمليه. فرد عليه سعيد: ضربنا بيت قاضي بالحرس بتاعه من اللي بيحاكم مرسي، وفي كاميرا صورت، بس انا هنام شويه واحاول ارفع الفيديو. فاجابه المجهول: انا هحاول اجيب محامي للي اتمسك عشان محدش يكرههم يقول حاجه، بس هو اسمه ايه ويروح له فين؟ فرد سعيد وللمره الثانيه: اسمه محمد سيد عزام، وهيكون في نقطه المحصره. وبعد مرور برهه من الوقت عاد المتحدث المجهول ليخبره بما هو نصه. هو القاضي اسمه ايه؟ والمحامي بيقول ان مستحيل حد يروح له في الاسم ولا حتى محامي، لان حتى المحامي هيتقبض عليه، لكن الكلام ده ممكن يحصل في النيابه، وهو هيستنى هناك ويكلمه قبل التحقيق. فرد سعيد: القاضي اسمه معتز خفاجي. اما في اليوم التالي للواقعه يا سياده الرئيس، فقد استهل ذلك المستخدم المجهول محادثته مع سعيد بصوره للسيد المستشار معتز خفاجي في جريده الاخبار، ورفقته الشاهد نعيم مساك مشيرا اليه بقوله سبابا: الكلب اهو. فاجابه سعيد: هو فعلا حط روحه على كفه ومش هسيبه، وهيبقى معازل كساسبة اتنين، فلا فرق بين الإخوان والدواعش يا سيادة الرئيس، يتباهون بجرائم بعضهم البعض، فمعينهما الفكري واحد، قطبي طائفي دموي دميم، فلا حديث لكم بعد اليوم عن الوسطية، كفى هراء وعبثا بعقول المغيبين التابعين، فالكذب البواح وادعاء التسامح وقبول الآخر قد جرى فتحه كذلك بتلك المحادثات، بعدما بعث سعيد لقائده المتهم الأول يخبره بتحديد أهداف جديدة قد نفذوها قبيل ارتكاب الواقعة الأخيرة، لا تحمل سوى البغض الطائفي لتفتيت نسيج تلك الأمة. فأرسل له المتهم الأول ما هو نصه: ده رقم ياسر نعمان، وهو على اتصال بمجموعات الإخوان اللي بتشتغل، قل له على ميعاد العملية وكلمه على مجموعة النشر بتاعته. فأرسل له سعيد مجيبا: المكان الوان، الهدف واحد، أمين شرطة يدعى بشوي، وجوار كنيسة الشهيدة دميانة تورط في القبض على الأحرار. اثنين، أحد تجار الخمور يدعى زكريا، يمتلك محل بنفس المنطقة، متورط في دعم البلطجية للخروج على المظاهرات. ثلاثة، مصور فيديو صاحب استوديو يدعى سمير ميك، متورط في دعم البلطجية للخروج على المظاهرات. ثم أتبع: تم بحمد الله تدفئة الأول والثاني وهروب الثالث من المنطقة. فأجابه المتهم الأول: تمام، وبذلك يا سيادة الرئيس تكون كافة واقعات دعوانا وما جرى إسناده للآثمين من اتهامات مؤيدة بالدليل القطعي عليه، فني كان أو قولي، دون حاجة منا للتطرق لقارينة التحريات والتي كانت من التفصيل والنزاهة في مصاف الأدلة المعتبرة لتخرج عن إطارها المعهود ككونها قرينة، فتفصيل أدوار المتهمين وتسكينهم في مواضعهم الصحيحة بالهيكل التنظيمي للجماعة الإرهابية جاء متفقا أشد الاتفاق مع إقراراتهم وما أصفر عنه محتوى جهاز التابلت المضبوط من أدلة فنية أثبتت صحة طلوعهم في قيادة وعضوية تلك المواقع التنظيمية وارتكابهم لكافة الأعمال التخريبية المسندة إليه. ولن أطيل على حضراتكم كذلك بالخوض في تقارير مصلحة الأدلة الجنائية والتي أثبتت واقعا عايشناه
حال معاينة مسرح تلك الجريمة وما خلفته من خراب ودمار، استطال واجهات كافة العقارات المجاورة لمحل حدوثها، فحتى أدوارها العلوية لم تسلم من الموجات الانفجارية المحملة بالشظايا المعدنية كمندوب موت بعث لقتل من طار. وبصورة فعلية استطالت الموجة الانفجارية الثانية أجساد باقي المجني عليهم من الرجال والنساء والأطفال أهالي المنطقة الذين هبوا في فزع من ثباتهم لاستبيان أمر الانفجار الأول، فثبتت إصاباتهم بالتقارير الطبية المنفقة وباتفاق تام مع شهادتهم بالتحقيقات. سيادة الرئيس، أعضاء الهيئة الموقرة، ها قد عرضنا على حضراتكم من صنوف الدليل ما فاضت به جعبة الادعاء، فلم يبقى فيها سهما واحدا إلا وأن أصاب كبد الحقيقة، بل وضرب النشاط السري لتلك الجماعة الإرهابية في سويداء القلب. ونعلم تمام العلم لزوم الخوض في حديث القانون الآن، إلا أننا ارتأينا في ذلك إسهابا لا طائل منه، سيما وأن أركان الجرائم الثابتة بالأوراق قد نطقت بها وقائع تلك الدعوة في وضوح تام. يعيب علينا أن نجله ونحن في رحاب شيوخ. ليبقى لنا يا سيادة الرئيس أن نقف في موضع الملتمس من الهيئة الموقرة وبعدة التزلل للحق كي نرد الحقوق لأهلها، فللمجني عليهم حق، وللتاريخ حق، وللمستقبل حق، وللدين حق، ولمصر ألف حق وحق. فالدماء سالت والبلاد هانت والدويلات باتت تلهو مع العملاق مصر، والدويلات باتت تلهو مع العملاق مصر، فلنسمع من به صمموا كيف يكون قصاص مصر. نستحلفكم يا سيادة الرئيس ببلادنا أن نضق ونتل الإخوان كبرياء أحكامنا، وليعلم تابعيهم من تجار الدين في كل زمان ومكان أن التآمر والخيانة على مؤسسات الأوطان له نهاية عند قضاء مصر. هنا لا رايات صوت ترفع، هنا شرطة وجيش وقضاء مصر، فلا شفقة ولا رحمة لمن يريد السوء بأهل مصر. فأين كانت شفقتهم وقتما تلقوا التكليف بقتل قضاة مصر؟ أين كانت رحمتهم حينما استهدفوا قضاة مصر؟ فيا شباب مصر اعلموا عن مدى استهداف مصر، يا شباب مصر اعلموا عن مدى استهداف مصر. حرب ضروس وأهدافها تزييف الوعي بمصر، ويا رويبدة تعلموا لن تنالوا من أمن مصر، فالقصاص صنع هنا على أرض مصر. سيدي الرئيس، حضرات السادة القضاة، أعضاء الهيئة الموقرة، حال بلادنا يتمثل في القضية التي بين أيديكم، فلتخبروا بحال مصر وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصيرا بالعباد. وشكرا للهيئة الموقرة.